اتفضل استاذ اسامه. السلام عليكم. وعليك السلام. شلونك شيخ وليد؟ والله بخير حال الحمد لله. نعم، اريد ارد على سؤالك مال مالك ابن نويل. علي صوتك بس شويه واسال. ارد على سؤال مالك ابن نويره. ترد على سؤال مالك ابن نويره؟ نعم، لماذا لم يعطي زكاه الامام علي؟ اتفضل. نعم، على فرض انه اعطاها، فماذا سيفعل بها الامام علي؟ لا مش على فرض، لان علي بن ابي طالب عنده الحلول. ازاي عنده الحلول؟ ده انا عندي الحلول. يعني دلوقتي لو افترضنا ان مالك بن نويره قال ان انا مش هدي الزكاه لابي بكر الصديق وهديها لعلي بن ابي طالب، كان علي بن ابي طالب اخذها زي ما بايع كده حضرتك، كان اخذ الفلوس وعطى لابي بكر الصديق وعصم الدماء، وحط ابو بكر الصديق كمان في وضع لا يحسد عليه، لانه بذلك اظهر لكل الناس ان الراجل عايز يدي الزكاه بس مش عايز يديها لابي بكر الصديق، ولا مش مظبوط؟ نعم، يعني الامام علي لا يعطي، علي صوتك بس شويه، غير شرعي. الامام علي لا يعطي زكاه لخليفه غير شرعي. يعني ما بتكلمش عن انه يعترف ولا لا يعترف، انا بتكلم كان اخذ منه الزكاه وعطاها له وقال له يا ابو بكر انت نعم. مش عايز الزكاه، خد اتفضل الزكاه، لكن ما تحاربش الراجل الطيب ده، ما تقتلوش هو وجماعته. كيف يعطيها الامام علي، يعطي الزكاه لابي بكر؟ هو خليفه غير شرعي. ما يديها له يا عم. انا دلوقتي بص اقول لك حاجه، خليك انت سيب ابي بكر الصديق وسيب علي بن ابي طالب، تعالى وانا وانت دلوقتي، وفي واحد كده جاي بفلوس الزكاه، فبعدين بيقول لي انا مش هديها لك انت يا وليد يا اسماعيل، انا هديها لاسامه. تمام؟ هديها لاسامه. فاسامه يرد عليه يقول له يا عم خلاص نحل المشكله، هات يا عم اسامه، اتفضل يا عم ابو بكر، او اتفضل يا وليد، خلصت القصه بسيطه، الامور بسيطه. لكن انا لا اعطيك الزكاه لانك غير شرعي. انت لا تعطيني الزكاه؟ نعم، لانك خليفه غير شرعي. يا باشا ما هو مش هيديها لابو بكر الصديق، ما هو مش هيديها لابو بكر، اديها لعلي وعلي يديها له، او علي يحتفظ بيها يا عم، بسيطه. يحتفظ فيها علي بن ابي طالب، يقول له خلاص يا ابو بكر الصديق الناس عطت هي اعطتني الزكاه، عايز تاخدها خدها، مش عايز تاخدها خلاص، لكن الناس دي مسلمه يا ابو بكر. يا اخي كيف يعطي لابي بكر الزكاه؟ روح يا ابني، روح يا روح روح يا، انا اعلم في المتبلم يصبح ناسي، اقول لك كيف يعطي لابي بكر الصديق الزكاه؟ خلاص يا سيدي، ابو بكر الصديق راح قتلهم وعلي بتاعك قاعد يتفرج عليهم، ضحى بيهم يعني بمعنى اصح، اليست نصلة المظلوم واجب؟ مش مالك بن نويره المفروض ان هو مظلوم؟ مش كان المفروض علي بن ابي طالب ينتصر له؟ اه صح، علي بن ابي طالب ده كان مربوط زي عندهم طبعا.